بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، عزيزاتي الدارسات، في برنامج علوم الأعمال التابع لمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، مع الفصل الدراسي الثاني مقرر أساسيات المحاسبة 2 كود رقم 104. القسم الأول اللي هتشرف بأن أحاضركم فيه ثلاث محاضرات هو المحاسبة في شركات الأشخاص. معاكم الأستاذ الدكتور منصور حامد محمود، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة. المحاضرة الأولى اللي هنتكلم عنها هي تتعلق بمجموعة من العناصر أو الموضوعات. العنصر الأول هو مشاكل تكوين رأس المال في شركات الأشخاص. العنصر الثاني توزيع الأرباح والحسابات الجارية للشركاء برضو في شركات الأشخاص. العنصر الثالث زيادة رأس المال. نشوف بقى أول عنصر في المحاضرة الأولى، وهو مشاكل تكوين رأس المال في شركات الأشخاص. الحالة الأولى الوفاء بالحصة نقداً، يعني لو إنه الشركاء اللي عندي فرضاً شريكين هم ألف وب، فحنقول إن الشريك ألف هيقدم حصة في رأس المال نقداً بمبلغ وليكن 50,000 جنيه، أما الشريك ب هيقدم حصة في شكل شيك على البنك بمبلغ 100,000 جنيه. هنا نقول أن رأس مال الشركة كله 150,000 جنيه، ولكن حصة كل شريك محددة ألف 50,000 وب 100,000. الحاجة الثانية اللي عايز أأكد عليها إن إحنا بنتكلم في شركة تضامن كنوع من أنواع شركات الأشخاص. إحنا عندنا ثلاث أنواع من شركات الأشخاص، واللي بنركز عليه في هذا الفصل الدراسي هو شركات التضامن، حيث أن الشركاء فيها متضامنين، يعني يتحملوا مسؤولية غير محدودة. ممكن لو الشركة خسرت تمتد الخسارة إلى أموالهم الخاصة، يعني الدائنين يقدروا يحجزوا على ممتلكاتهم الشخصية. فإحنا بنحط بقى حالات معينة لتكوين رأس المال في هذه الشركة اللي هي شركة التضامن. طيب دي الحالة الأولى، لو الشريكين قدموا حصص نقدية، الأولى في شكل نقود والثانية في شكل شيك. وهنا شرح القيد سداد حصة ألف وب في رأس المال. زي ما انتم شايفين الأسهم، إن ألف حط 50,000 وب حط 100,000. طيب الحالة الثانية، ممكن الشركاء يوفوا بحصصهم في صورة عينية. وما معنى الصورة العينية؟ معناها أنها ليست صورة نقدية، يعني كل ما هو غير نقدي يبقى عيني. نشوف كده المثال في شكل القيد. أولا القيمة الحقيقية للأصول المقدمة قد تكون أقل من حصة الشريك في رأس المال. بمعنى إيه؟ إن حصته في رأس المال المتفق عليها مثلاً 100,000، وهو قدم أصول معينة زي مباني أو سيارات أو أساس أو معدات أو أي أصل من الأصول أو بضاعة كانت قيمتها 90، يبقى هنا القيمة الحقيقية للأصول المقدمة 90، بينما حصته في رأس المال كان 100. في هذه الحالة ممكن يتعهد الشريك بسداد الفرق نقدا. نشوف كده، يبقى قيد اليومية هنا لو بصينا كده إلى القيد، ده قيد مركب من مذكورين: سيارات 50,000، بضاعة 20,000، بنك كام 29,000. لو احنا جمعنا دول هنلاقيهم أقل من حصته في رأس المال اللي هي 100,000 بقدر كام؟ 1,000 جنيه.
انا عاملها باللون الاحمر على اساس ان احنا نعرف ان الشريك هنا دفع الفرق وتعهد بسداده نقدا في خزينة الشركة. يبقى لما كانت الأصول العينية المقدمة 99,000 وحصته المتفق عليها في رأس المال 100,000، عليه أن يسدد الفرق نقدا 1,000 جنيه. طيب الفرض الثاني، لو الشريك هيتعهد بسداد الفرق ده مستقبلا، يعني مش هيدفعه النهاردة نقدا، يبقى برضو القيد هو هو، من مذكورين سيارات بضاعة بنك بنفس القيم إلى رأس المال بتاع الشريك ألف 100,000. الفرق هنا لما هو هيتعهد بسداد مستقبلا، يبقى أنا هفتح حساب أسميه إيه؟ حساب جاري ألف بألف جنيه. يبقى التعهد يفتح حساب جاري يجعل مدين، لأن الشريك مدين للشركة بكام؟ بألف جنيه. طيب ولو كان لهو هيسدد نقدا ولا يتعهد بالسداد مستقبلا، يبقى الفرق ده معناه ان في اصل معنوي من ضمن الاصول اللي هو قدمها يطلق عليه شهرة المحل، ولذلك هيكون قيد اليومية زي الحالة الاولى والتانية بالضبط، ما عدا ان في الحالة الاولى الالف دي كانت ايه؟ خزينة او نقدية، وفي الحالة التانية كانت ايه؟ حساب جاري ألف. في الحالة الثالثة هيبقى حساب شهرة المحل. نروح بقى لثانيا، لو كانت القيمة الحقيقية للأصول المقدمة من الشريك أكبر من حصة هذا الشريك في رأس المال، دي صورة عكسية من الحالة إيه؟ أولا يعني مثلا الأصول اللي قدمها الشريك 150، بينما حصته في رأس المال المتفق عليها في عقد الشركة 100، يبقى في هذه الحالة الشريك عمل إيه؟ دفع أكثر ب50. بصوا معايا كده، سداد الفرق للشريك نقدا، يبقى الشركة هي اللي هتدفع للشريك المرة دي. هتقول بقى إيه؟ من حساب رأس المال مثلا الشريك سين 50,000، مثلا 50,000 إلى حساب النقدية. يبقى جعلنا رأس مال الشريك طرف مدين، ثم النقدية طرف إيه؟ داين، عشان أخفض رأس مال الشريك بدل ما يكون 150,000 أخليه 100,000، فجعلته مدين بالخمسين والنقدية هي اللي داين. الحالة الثانية إن الشركة مش هتدفع للشريك النهاردة، لكنها تعهدت لأنها تدفع له مستقبلا، يبقى تعهد الشركة بسداد الفرق للشريك إيه؟ مستقبلا. يبقى قيد اليومية في هذه الحالة هنقول بقى من مذكورين المباني مثلا اللي قدمها الشريك سين 100,000 والبضاعة 50,000 إلى مذكورين، رأس المال اللي هو كان مقدمه 120,000، يبقى الشركة مدينة للشريك بكام؟ ب30,000. وفي هذه الحالة هيبقى حساب جاري الشريك سين دائن. ليه دائن؟ لأنه له فلوس طرف الشركة، له فلوس طرف الشركة. طيب افرض اعتبرنا بقى ان الشركة مش هتسدد للشريك الفرق نقدا ولا كمان هتتعهد بالسداد الفرق ايه؟ مستقبلا. في هذه الحالة هنعتبر الفرق ده بمثابة احتياطي تضخم أصول. إيه هو احتياطي تضخم الأصول؟ يعني الأصول العينية التي قدمها الشريك سين مبالغ في قيمتها، بمعنى إن قيمتها في السوق كقيمة عادلة أقل من القيمة اللي هو قدم بيها للشركة. في هذه الحالة هنعتبر بقى إن الفرق ده اللي هو هيظهر عندك باللون الأحمر احتياطي تضخم أصول، ويبقى قيد اليومية في هذه الحالة إيه؟ من مذكورين حساب المباني 100,000، حساب البضاعة مثلا 30,000، حساب النقدية 20,000، إلى مذكورين رأس المال هيكون 120,000، واحتياطي تضخم الأصول بكام؟ ب30,000. كويس. طيب
الحالة الثالثة بقى، ممكن أحد الشركاء بدل ما يقدم حصته نقداً أو يقدمها عيناً، وهو عنده محل تجاري زي اللي احنا درسناه في أساسيات المحاسبة واحد في الفصل الدراسي الأول، فممكن يقدم المحل بأصوله والتزاماته مقابل حصته فين في رأس المال. يبقى في هذه الحالة زي ما هنشوف الوفاء بالحصة في صورة أصول وخصوم محل تجاري، يعني الأصول ناقص الخصوم هيبقى صافي الأصول اللي هو هيتقدم بيها ويدخل كشريك في شركة التضامن. نشوف بقى الحالات. أولا، لو كانت القيمة الحقيقية للأصول مالها كانت بالنسبة له اللي هو داخل بيها في الشركة مساوية لصافي الأصول المقدمة منه، يبقى دي حالة نادرة. يعني هنا صافي الأصول المقدمة بتساوي حصته فين في رأس المال. مثلا قيد اليومية اللي احنا افترضناه هنقول ايه بقى، اهو من مذكورين الشريك سين ده قدم اساس ب50,000، وقدم بضاعة ب40,000، وقدم نقدية ب30,000، لمجمع الأصول دي كلها تساوي 120,000. بينما المحل ده كان عليه التزامات في شكل دائنين ب15,000، وشكل أوراق دفع أو كمبيالات بكام؟ ب5,000. فأنا لما أجمع الأصول 120 وأشيل منها التزامات 20، يبقى صافي أصوله بكام؟ أيوة 100,000، وهي مساوية تماما لحصته في رأس المال. يبقى ده أولا. طيب، وهنا الوفاء بحصة الشريك سين في صورة أصول وخصوم. الحالة الثانية، إذا كانت القيمة الحقيقية للأصول المقدمة من الشريك أقل من حصته في رأس المال، هنا بقى في احتمالات. الاحتمال الأول، تعهد الشريك بسداد الفرق نقدا. طيب، أو الاحتمال الثاني، تعهد الشريك بسداد الفرق مستقبلا، يعني في صورة حساب جاري مدين، أو اعتبار الفرق بمثابة شهرة المحل. إمتى الكلام ده؟ أعزائي الدارسين، أعزائي الدارسات، نخلي بالنا ونركز في الحتة دي. لما أديلك في السؤال إن الأصول مقومة بقيمة دفترية، مقومة بإيه؟ بقيمة دفترية. حطيلي 100 خط تحت كلمة قيمة دفترية. يبقى في الحالة دي عندي 3 احتمالات، يا إما الشريك هيتعهد بأنه يدفع الفرق نقدا النهاردة، أو معوش فلوس يتعهد بسداد الفرق مستقبلا في صورة حساب جاري مدين، أو اعتبار الفرق شهرة محل. فأنا في الحالة دي في التمرين أو في السؤال مش هقول لك لا هو تعهد بسداد نقدا ولا تعهد بسداد مستقبلا، حسيبك. يبقى أنت تروح للاحتمال الثالث، شهرة المحل. إمتى؟ لو كانت صافي الأصول المقدمة مقومة بالقيمة الدفترية. ثانيا، افرض القيمة الحقيقية للأصول المقدمة كانت أكبر من حصة الشريك في رأس المال، هيبقى عندي برضو 3 احتمالات. الاحتمال الأول، إن الشركة هتتعهد بسداد الفرق للشريك نقدا، أو تعهد الشركة بسداد الفرق للشريك مستقبلا في صورة حساب جاري داين، أو اعتبار الفرق احتياطي تضخم أصول. وفي هذه الحالة زي ما قلت هقول لك في السؤال ان اللي هقول لك تعهدت الشركة بسداد الفرق نقدا ولا هتتعهد بسداد الفرق مستقبلا، تروح رايح انت للاحتمال الثالث. وكرر للمرة الرابعة، عندما اقرأ العبارة ان الاصول مقومة بقيمة دفترية، فانا عندي 3 احتمالات. طيب، تعال بقى نتكلم عن حالة خاصة بموضوع
بالنسبة لنا مهم. قبل ما أبدأ ده، لو أنا بقول كانت القيمة المقدرة قيمة عادلة، خلي بالكم يعني عندي إن الأصول المقومة بقيمة عادلة أو بقيمة سوقية، وعندي أولاً أقول القيمة بتاعت الأصول العادلة أو السوقية كانت أقل من حصة الشريك في رأس المال. يبقى في الحالة دي فقط أعزائي الدارسين عزيزاتي الدارسات عندي احتمالين ألف وب، ما عنديش احتمال جيم. طيب ثانياً، لو كانت القيمة الحقيقية للأصول المقدمة والمقومة بقيمة عادلة أكبر من حصة الشريك في رأس المال، في هذه الحالة هيبقى عندي كم احتمال؟ اثنين فقط. احتمال ألف إن الشركة تتعهد بسداد الفرق للشريك نقدا، أو تتعهد الشركة بسداد الفرق مستقبلا للشريك في صورة حساب جاري إيه دائن للشريك، ولكن لن يكون عندي الاحتمال الثالث خالص اللي هو بتاع إيه احتياطي تضخم الأصول. طبعا الاحتمال الأولاني اللي احنا قلنا ان القيمة مساوية، هنا ما تفرقش بقى سواء كانت قيمة عادلة او قيمة ايه سوقية. طيب نروح نتكلم في موضوع تاني تابع المحاضرة الاولى برضو، بس ترتيبه هنا هنقول عليه اهو، انه عندي الحسابات الجارية وتوزيع الارباح في شركات التضامن. أنا هاخدها من خلال مسألة، المسألة دي هتوضح لنا الحسابات اللي أنا طالبها واللي أنا بناء عليها ماشي في خطوات الحل بتاعتي. بصوا معايا كده، لو اديتك بيانات معينة وقلت لك إيه؟ إن أنا عندي يوسف وفريد شريكين متضامنين في شركة تضامن، وقلت لك ان البيانات المتاحة واللي استخرجت من سجلات الشركة كانت كالآتي: يتقاضى الشريك يوسف مرتب شهري قدره 2000 جنيه نظير إدارة الشركة. كويس، الأرباح اللي هتفضل في الآخر هتوزع بين الشريكين بالتساوي، واديتك البيانات المستخرجة من دفاتر الشركة بالجنيه. حصة رأس المال 100,000 يوسف 50,000 فريد، المسحوبات 5,000 يوسف 4,000 فريد، متوسط تاريخ السحب 6 شهور ليوسف و3 شهور لفريد، رصيد الحساب الجاري في 1 يناير يوسف 2000 دائن وفريد 3000 مدين، رصيد مرتب الشريك اللي هو المدير اللي موجود تحت يوسف لأنه هو المدير 20,000، يعني ده المرتب اللي هو تقاضاه خلال السنة. وبعدين في قرض الشريك فريد كان ب10,000 بمعدل فايدة 10% سنويا، والقرض ده عقد في 1/7/2018. طيب احنا بقى هنا ايه المطلوب؟ مطلوب مني حاجتين: صور لي حساب التوزيع بتاع السنة المنتهية في 31/12 سنة 2018، وكمان ايه؟ صور لي الحسابات الجارية للشريكين يوسف وفريد. ثالثا بين لي كيفية إظهار أرصدة الحسابات الجارية للشريكين يوسف وفريد في قائمة المركز المالي في 31/12/2018. تعالوا مع بعض كده نعمل تمهيد للحل خطوة خطوة. أولا، فايدة رأس المال يوسف 100,000 في النسبة اللي أنا مديها لك مثلا كانت 10%، يبقى هنا 100,000 في 10% بكام؟ ب
ب10,000، فريد 50,000 في 10% ولمدة سنة أيضا، يبقى كام؟ 5,000. يبقى أنا حسبت فايدة رأس مال الشريكين، لأن كل شريك تقدم بحصة في رأس المال. 2، في مسحوبات من حق كل شريك في شركة التضامن إن يسحب خلال السنة، إما يسحب نقدا أو يسحب بشيكات أو يسحب بضاعة، والبضاعة دي قد تقوم بسعر البيع أو بسعر الشراء. ده لا يعنينا خالص، إحنا اللي يعنينا فقط إن جملة مسحوبات كل شريك خلال السنة كانت كام. فقلت لك يوسف كانت مسحوباته في الجدول 5,000، وإحنا حسبنا عليها معدل فايدة مثلا 5%، والمدة أنا قايل لك متوسط تاريخ السحب 6 شهور، وانت واخد الستة وقاسمها على إيه؟ على 12، هيطلع لك فايدة على المسحوبات 125 جنيه. بنفس الكيفية فريد مسحوباته كانت كام؟ 4,000، في 5% في 3 على 12، هيطلع لنا 50 جنيه. فايدة المسحوبات دي حق للشركة، طب وفايدة رأس المال؟ حق للشريك. تعال كمان نحسب فايدة على أرصدة الحسابات الجارية. يوسف كان رصيده داين ب2,000 جنيه، معدل الفايدة بتاعه مثلا 10% ولمدة سنة زي رأس المال بالظبط، هيطلع الفايدة على الرصيد 200 جنيه. بنفس الكيفية فريد حسابه الجاري مدين اللي ظهر في الجدول، 3,000 في 10% ولمدة سنة، هيطلع كام؟ هيطلع 300. كويس قوي. الفايدة بتاعت أرصدة الحسابات الجارية أعزائي الدارسين عزيزاتي الدارسات، لما أقول لك رصيد يوسف جاري داين يبقى الشريك هياخد الإيه؟ الفايدة. ولما أقول لك فريد حسابه الجاري مدين يبقى الشركة هتاخد إيه؟ الفايدة. خليك فاكر الكلام ده. تعال بقى نشوف مرتب الشريك المدير يوسف. هو بيتقاضى شهريا زي ما قلت لك في المعلومة 2000 جنيه لمدة 12 شهر. يتقاضى 2000 جنيه في الشهر. يبقى في السنة بيتقاضى كام؟ بيتقاضى في السنة 24,000 جنيه. هنطرح المرتب اللي اتدفع للشريك يوسف خلال السنة، اللي أنا مديهولك في الجدول رصيد المرتب 20,000. يبقى الشريك يوسف مستحق له في ذمة الشركة كام؟ 4,000. كويس. تعال بقى أخيرا لفايدة قرض الشريك فريد. أولا القرض ب 10,000 جنيه، فرضا معدل الفايدة على القرض ده 10%، وأنا مديهالك في الجدول، وعقد القرض في 1/7/2018. احسب على صوابعك كده من 1/7 ل 31/12، هنلاقيهم يطلعوا كام شهر؟ 6. يبقى في 6 على 12 يطلع ان في فايدة قرض سنوية قدرها كام؟ 500 جنيه. هذه الفايدة ما تقبضتش، يبقى باللون الاحمر اهو فائدة مستحقة لمين؟ لصاحب القرض اللي هو مين؟ الشريك فريد حتى 31/12. يبقى له في ذمة الشركة فائدة مستحقة قدرها كام؟ 500 جنيه. طيب المطلوب الأولاني عندنا إيه؟ بيقول أنا عايز حساب توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2018. ده بقى اللي أنا عايزك تحفظ العناصر اللي بيتشكل منها هذا الحساب على سبيل الحصر. أول حاجة في الجانب الأيسر نحط صافي أرباح العام. لو قلت لك إن أرباح العام بلغت 100,000 جنيه، طيب تعال بقى في الجانب المدين، أول حاجة هنديها ليوسف وفريد إيه؟ فايدة على رأس مالهم. يبقى هنا فايدة يوسف 10,000 جنيه وفريد 5. في الخانة الأولى المجموع كام؟ 15. طيب الحاجة الثانية فايدة المسحوبات. أنا قلت فايدة المسحوبات حق للشركة، تروح رايح للناحية الشمال في الحساب. الناحية الشمال في الحساب دي هي إيه؟ كل ما للشركة طرف مين؟
طرف الشركاء، كل ما للشركة طرف الشركاء. كويس أوي. يبقى فايدة مسحوبات يوسف 125 وفريق كام؟ 50. مجموعهم كام؟ 175. تعال بقى للحساب الجاري. يوسف له كام مرتب؟ مرتب يوسف السنوي، مش اللي قبضه ولا المستحق، هحط في جانب منه كام؟ 24,000 جنيه. ده مرتب يوسف السنوي. وخد كمان فايدة على حسابه الجاري الدائن، حطيتها في جانب منه 200. بينما فريد حسابه الجاري مدين، فحطيت له فايدته فين؟ في جانب له، لأنها حق للشركة 300 جنيه. تعال نرصد الحساب بقى. مجموع الجانبين كام؟ اهو 190,475. هيطلع عندي أرباح باقية قدرها كام؟ 61,275. هذه الأرباح الباقية رصيد مرحل، وأنا أنقله وخليه رصيد إيه؟ منقول. أهو خليك معايا الجزء اللي تحت. 61,275 رصيد منقول، هوزعه على الشريكين بنسبة توزيع الأرباح والخسائر اللي أنا قلت عليها إيه؟ يقتسم الشريكين يوسف وفريد الأرباح الباقية بالتساوي. يبقى كل واحد فيهم هياخد إيه؟ نص الأرباح الباقية. عظيم. يبقى نيجي بقى إيه؟ المطلوب الثاني لينا، إن إحنا عايزين نصور الحسابات الجارية للشريكين. خلي بالك، هل أنا جبت سيرة فايدة قرض في حساب التوزيع؟ لا. يبقى ملاحظة هامة جدا 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 جدا، لا تضع فائدة قرض الشريك في حساب التوزيع خالص. مال هي هتتحط فين؟ لو كانت مستحقة له هحطها في جانب له في الحسابات الجارية. بص معايا لشكل الحساب ده، حساب ذو خانتين. يعني بدل ما أصور حساب ليوسف لوحده وحساب فريد لوحده، لا، إحنا حطينا حساب مشترك، وده موجود في الحياة العملية. يبقى جانب منه اللي على إيدنا اليمين يوسف وفريد وبيان، وعلى جانب له يوسف وفريد وبيان. أول حاجة نحطها أرصدة الحسابات الجارية في أول السنة في 1/1. لقينا في الجدول إن يوسف دائن ب20,000، وكان فريد عندنا هنا إيه؟ مدين ب لا هي 2000، آسف، 2000 يوسف دائن، وفريد مدين بكام؟ ب3,000. ده رصيد الحساب الجاري اللي ظاهر في الجدول. ناخد جانب منه على سبيل الحصر، كل ما على الشريكين للشركة، يعني التزامات يوسف وفريد قبل الشركة، نحطها في جانب منه. أما جانب له فده يمثل حقوق الشريكين في ذمة الشركة. إحنا هناخد جانب منه الأول اللي هو جانب التزامات الشريكين. أول حاجة نحطها المسحوبات، ودي ما ظهرتش في حساب التوزيع. اللي ظهر في التوزيع لو تذكر كان إيه؟ فائدة المسحوبات. لكن هنا بنحط إيه؟ المسحوبات 5,000 4,000. تحتها مباشرة فايدة المسحوبات 125,50، لأن ده يمثل التزام. يعني المسحوبات التزام على الشريكين، والفايدة بتاعت المسحوبات أيضا التزام على الشريكين. كويس. وفريد كان حسابه الجاري مدين ب3,000، وحسبنا عليه فايدة طلعت كام؟ 300. فنحط 300 في خانة فريد إلى حساب جاري فريد. تعال نروح للجانب الأيسر، جانب حقوق مين؟ الشريكين يوسف وفريد. أول حاجة حطيناها هي إيه؟ حطينا رصيد الحساب الجاري 2000 بتاع مين؟ بتاع يوسف. وبعدين فايدة رأس المال كانت كام؟ 10,000 ليوسف و 5,000 لفريد. المرتب المستحق للشريك المدير يوسف كان كام؟ 4,000. هنا بقى نحط المرتب ايه؟ المستحق. كويس. وبعدين فايدة القرض المستحقة للشريك فريد كام؟ 500. فايدة جاري يوسف لأنه داين
احط له الفايده بتاعته في جانب له 200. الارباح المتبقيه من حساب التوزيع اللي وزعناها بالتساوي حسب نص عقد الشركه 30638 لكل شريك، 30637 138 137 عشان ايه ما نطلعش كسر الجنيه. تعال نرصد بقى الحسابات، هنلاقي ان يوسف نجمعه جانب منه جانب له، هنلاقي ان جانب له اكبر بكام؟ هنلاقي جانب له مجموعه 64838. نحط الرقم ده في الجانبين، هنطلع الفرق هيطلع 59713 رصيد مرحل في 31/12، هنقله لمكانه الطبيعي في جانب له. كذلك الشريك فريد بالعين المجردة هنلاقي ان جانب له اكبر ومجموعه كام؟ 36137 في الجانبين، نطرح من الموجود العناصر الاربعة في جانب منه هيطلع الفرق 28787 رصيد مرحل في 31/12، انقله الجانب له يبقى رصيد منقول في 1/1/2019. طيب المطلوب الاخير بيقول لي اظهر اثر ارصدة الحسابات الجارية على ايه؟ قائمة المركز المالي المعدل للشركة في 31/12/2018. رأس مال يوسف 100,000 وفريق كام؟ 50,000. يبقى في هذه الحالة أنا بجد إن مجموع رؤوس أموال حصص الشريكين في رأس مال الشركة، يبقى رأس مال شركة التضامن كشخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملكها 150,000. الحسابات الجارية طلعنا رصيد حساب جاري يوسف دائن 59713، بينما فريد رصيد حسابه الجاري دائن ب 28787. كويس قوي، مجموعهم كام؟ 62500. يبقى هنا لو كان احد الشريكين له حساب جاري مدين كنا هنظهره في جانب الاصول، لكن صادف ان الاثنين حساباتهم الجاريه ايه دائنه فحطيناها في جانب جانب الخصوم. المطلوب او العنصر الثالث في المحاضرة الاولى هو زيادة رأس المال. يعني نفترض شركة تضامن موجود فيها شريكين او اكتر فكروا ان هم يزودوا رؤوس اموالهم لان ربنا فتح عليهم وفي رواج في التجارة بتاعتهم. يبقى عايزين نعرف صور الزيادة في رأس المال. في كل مرة هزود فيها رأس المال هقول إلى حساب رأس المال. طيب بصوا معايا كده بقى، الصورة الأولى لو الشريكين أو واحد منهم حب يزود رأس المال بتاعه نقدا، يبقى هقول قيد يومية من حساب الخزينة أو البنك إلى حساب رأس المال للشريك فلان. طب ولو أحد الشركاء عايز يزود حصته في رأس المال المتفق عليها عينا، يبقى هنقول من حساب الأصل اللي قدمه هذا الشريك إلى حساب رأس المال حصة هذا الشريك. طيب ولو قلنا إنه أحد الشركاء له حساب جاري داين فعايز يزود رأس ماله حصته يعني في رأس المال بقفل حسابه الجاري الداين، فأقول من حساب جاري داين للشريك فلان إلى حساب رأس المال لهذا الشريك. يبقى رصيد الحساب الجاري الداين لما اقفله هجعله مدين واجعل حصة الشريك ايه داينة. الصورة الرابعة ممكن يكون عند الشركة دي احتياطي عام، يعني ارباح محتجزة من سنوات سابقة في صورة احتياطي عام او ارباح مرحلة. يبقى انا هوزع الاحتياطي العام او الارباح المرحلة نفس المعالجة بنسبة الارباح والخسائر، وهقول من حساب الاحتياطي العام او من حساب الارباح المرحله الى حساب ايه بقى، الى حساب راس المال حصه الف حصه ب بنسبه توزيع الارباح والخسائر. في صوره خامسه لو كان في عندي ارباح اعاده التقدير، ودي هناخدها بعد المحاضره الثانيه هنتكلم في اعاده التقدير. فلو انا اعدت تقدير اصولي وخصومي ونتج عنها ارباح، هذه الأرباح هوزعها على الشريكين بنسبة الأرباح والخسائر.
وأقول من حساب إعادة التقدير إلى حساب رأس المال ألف وب وأوزعها عليهم بنسبة الأرباح والخسائر. طيب في صورة رقم كام؟ 6. لو أنا أحد الشركاء أقرض الشركة قرض وقالوا استخدموا القرض بتاعي في سداد حصتي في الزيادة في رأس المال، يبقى هقول من حساب قرض الشريك مثلا ب إلى حساب أو صاد، من حساب قرض الشريك صاد إلى حساب رأس المال حصة الشريك صاد. أعزائي الدارسين، أعزائي الدارسات، كانت هذه موضوعات المحاضرة الأولى، نفتكرها مع بعض. الموضوع الأول كان يتعلق بتكوين رأس المال في شركة التضامن. الموضوع الثاني توزيع الأرباح والحسابات الجارية للشركاء في شركة التضامن. والموضوع الثالث والأخير في المحاضرة الأولى كان يتعلق بصور زيادة رأس المال. إلى أن نلتقي في المحاضرة الثانية، لكم من الله تحية، وعليكم من الله سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.